افتتح السيد نجم الجبوري محافظ نينوى بناية العمارة التجارية أو ما يسمى بسوق تلكيف العصري، وذلك بحضور المطران نجيب ميخائيل رئيس أساقفة أبريشية الموصل وعقرة للكلدان، والسيد باسم بلو قائم مقام قضاء تلكيف. ويذكر بأن هذه البناية هي ضمن مشروع مسار الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، ونفذ من قبل المركز البولندي للمساعدات الدولية PCPM، وبالتنسيق مع قائم مقامية القضاء ومديرية البلديات في محافظة نينوى ومديرية بلدية قضاء تلكيف. يتكون المبنى من 3 طوابق، الطابق الأرضي والأول مقسم إلى محلات تجارية، والطابق الثاني يحوي قاعة واسعة متعددة الاستخدامات. وقد حضر حفل الافتتاح ممثلين من برنامج مسار ومنظمة المركز البولندي وجمع غفير من أهالي تلكيف. والهدف من إنشاء هكذا مشاريع هو تطوير مدينة تلكيف وخلق فرص عمل للشباب من كلا الجنسين. أزهرت القاعة ورودا وتوشح حضوركم بالجمال. السلام على العراق، السلام على بلد الرافدين، السلام على نينوى الحدباء، السلام على من يحملون في قلوبهم الإنسانية، السلام على بلد السلام، السلام على الحضور كل حسب منصبه ومقامه. ما زال العراق ولادا بالأبطال الميامين وبالقادة الصادقين المخلصين العابرين محطات الأزمات وتحدي الصعاب بكل عطاء وتفان. اختصارا لكل هذا، أنشد الشاعر الراحل عبد الرزاق عبد الواحد أبياتا تصف أبناء العراق النجباء، حيث يقول: هو العراق سليل المجد والحسب، هو الذي كل من فيه حفيد نبي، هو العراق، هو العراق سليل المجد والحسب، هو الذي كل من فيه حفيد نبي. كأنما كبرياء الأرض أجمعها تنمى إليه، فما فيها سواه أبي. هو العراق، هو العراق، هو العراق، فقل للدائرات قفي. شاخ الزمان جميعا والعراق صبي، شاخ الزمان جميعا والعراق صبي. ولا ننسى شهداءنا الأبطال، أدعوكم إلى الوقوف دقيقة صمت. موطني الجلال والجمال.
شكرا. رحم الله شهداءنا الأعزاء. كيف كان بالأمس القريب وكيف أصبح اليوم؟ فالنجاح له قواعده وله محطاته، فقاعدة النجاح الأولى هي أن تعلو على أي قاعدة أخرى، وهي امتلاك الطاقة. فمن المهم معرفة كيفية تركيز هذه الطاقة وترويضها وتوجيهها على الأشياء الهامة، بدلاً من تنديدها وتشتيتها على الأشياء التافهة وغير المجدية. فإن مسالك النجاح وطرقه كثيرة، فإذا سعيت لبعضها فلا تكتفي بما وصلت، واسع بأن تسلك البعض الآخر، بل وأعمد أن تبحث بنفسك عن مسالك للنجاح، وأن تنقب عن دروب جديدة لم يسبقك إليها أحد، حتى تكون ناجحاً ومبدعاً في نفس الوقت. وهنا يأتي السؤال الذي يدور في الأذهان: كيف تم إنشاء هذا المشروع؟ وما هي الأولويات والضروريات؟ وكيف كانت البداية؟ وكيف وصل إلى هذه النتيجة؟ هذا ما سنتعرف عليه في تقديم عرض مراحل إنشاء هذا المشروع مع الأستاذ المهندس شمال، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. أستاذ، إحنا ما نريد نطول عليكم، بس نروح مراحل التصميم والإنشاء للسوق العصري للبنك. مثل ما تزورنا منظمة ECB مركز البولندي للمساعدات الدولية أنجزت هذا المشروع تحت برنامج المسار بتمويل من الاتحاد الأوروبي. فإذا نروح على المشروع، إحنا أسباب نقول شنو السبب اللي خلانا نشيل أو نسوي تعمير هاي المنطقة؟ إذا نجي على الأسواق القديمة كان فيها 20 دقاقين، بس معظم الدقاقين كان الوضع بتاعنا حالته منهدمة، فما ممكن الأعمال الجديدة مثل كان حاجة تركيز فيها مثل صيانة موبايلة، عيادات طبية أو صيدلية، ما كان مستعدين يجون يصرفون على هذا المحل. فالعمر عمر البناية تقريبا في مرحلة أخيرة، يعني هاي البناية لازم تنشأ مو السنة اللي بعدها. فإحنا هاي الأسباب اللي شلناها العمارة القديمة. شنو الأسباب اللي سوينا عمارة جديدة الأسواق العصرية؟ قبل البرنامج إحنا كمنظمة TCPM سوينا تقييم للمنطقة التركية، فوجدنا خلال تقييم هاي المنطقة ما حاجة للدكاكين الأسواق الموجودة اللي هي أغلبية الخضارة والمواد الغذائية والقصابين وشفت تلبية حاجات اليومية. فوجدنا المنطقة التركية حاجة إلى أعمال أخرى مثل عيادات طبية، مستشفيات، محلات حلويات، محل تصليح الكمبيوترات والأجهزة الكهربائية. بالتنسيق ويا مديرية بلدية تركيا وكان جامعية تركيا ومديرية بلدية نينوى، فسوينا سلسلة من الاجتماعات وحصلنا على تصميم النهائي للأسواق بحيث تخدم المشاريع المطلوبة بمنطقة تركيا. البناية في بدايتها كان مخططة لمدة 3 طوابق، بس بسبب وجود عدد مشاكل مثل وجود مشكلة مياه جوفية، فاضطرنا نحول الأساس البناية إلى أساس مضغوط. فالوقت كان ميزانية محددة، ف
فلغينا عن الطابق الثالث. الطابق اللي موجود هسه طبعا بيها، بس خلال انجاز المشروع، خلال انجاز تنفيذ المشروع، وجدنا ان الطابق الثالث قاعه متعدده الاطراف كان ضروري للمنطقه. فمنظمه بي سي بي في المساعده البرنامج مساء حاولنا ان نبني الطابق الثالث اضافه على عماره السكن، عماره تجاريه. احنا قبل ما نبدا بالتصميم وفرنا الدوره التصميميه للمهندسين البلديات نينوى وبلديه التكتير، بحيث هدف الدوره كان البلديه تعتمد على مهندسينها للتصاميم المشاريع المستقبليه. هذا ما لاحظ سلطة بلانينج هو تصميم التصميم الأسواق العصري، وهذا كم صور اللي كم صور أثناء تنفيذ المشروع. خلي النقطة اللي موجودة خلي أذكرها، خلال تقديم العروض من الشركات احنا بالترسيب ويا بلدية نينوى سوينا تحليل للشركات، واحنا اختارنا الشركة مناسبة لهذا المشروع بالتسوية. هذا كم صور للهدف البناية القديمة وصور مراحل انشاء الاسواق. الانتصار في المعارك ليس هو النجاح التام، النجاح التام هو أن تكسر مقاومة العدو بدون قتال. نعم أيها السادة، حينما تدق الأجراس تنشد الأطيار نحل الخلود، فتعانق نسمات الصباح غروب الشمس، فيتوهج البدر حاملاً معه باقات من الزهر ينثرها بين الأيادي معلنة موعد فجر جديد. أنا وأنتم سنستمع إلى كلمة الأستاذ السيد نجم الجبوري محافظ نينوى. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نرحب أجمل ترحيب بالإخوان من الاتحاد الأوروبي، من المنظمة البولندية، اللي حقيقة وقفوا معانا في أكثر من مكان في محافظة نينوى. رحب بهم أجمل ترحيب. الاتحاد الأوروبي ممثل بكل الدول اللي موجودة، وقفوا معانا في كل جزء من محافظة نينوى في عادة الإعمار، وقفوا معانا في جامعة الموصل اللي كانت عبارة عن أبنية مدمرة بالكامل، واليوم جامعة الموصل من أجمل جامعات العراق. وقفوا معنا في سنجار، وقفوا معنا في الحمدانية، في برطلة، في تل عفر، في مدينة الموصل، في كل مكان. وقفوا معنا في القيارة، وكانت نشاطاتهم في كل المجالات، مجال البناء، في مجال الصحة، في مجال مشاريع الماء، في مجال الكهرباء. فباسمي ونيابة عن كل أهلي في محافظة نينوى أتقدم من خلال الأساتذة الموجودين بالشكر للاتحاد الأوروبي، وبصورة خاصة اليوم أيضاً
للأصدقاء من المنظمة البولندية. تلكيف طموحنا أن تكون تلكيف من أجمل أقضية العراق. اليوم قطعنا شوط في الحمدانية في تلكيف وفي تل أعفر، وإن شاء الله مستمرين إلى أن نرتقي بالبنية التحتية والخدمات في تلكيف إلى المستوى اللي يليق بالعراقي. وأنا كلش جميل هذا المقطع اللي قاله: هذا العراق وكل من فيه حفيد نبي. حفيد جيسس موجود وحفيد محمد وابناء محمد موجودين، وأحفاد كل الأنبياء موجودين بالعراق، والموصل قد تكون هي الجامعة للكل، لكل العراقيين، لأن بها نسيج يجمع كل أطياف الشعب العراقي. أنا تحدثت مع الأخ القائم مقام وأيضاً الأخ مدير البلديات، إن شاء الله خطة الأمن الغذائي اللي تكلمنا مع معالي وزير التخطيط فيها راح تغطينا بشكل كامل. ما راح يبقى عندنا مركز قضاء أو مركز ناحية ناقص خدمات. راح نكمل مراكز الأقضية والنواحي إن شاء الله بنسبة 100%، وإن شاء الله أيضا عاصمتكم، عاصمة محافظتكم اللي هي مدينة الموصل، أيضا بإذن الله على هذه الخطة وخطة المجمدة والاستقرار الموجود بإذن الله راح تكون أجمل مدينة في العراق. وأيضا طموحنا، وتكلمت مع الأخ معاون الإعمار، ما تبقى عندنا قرية إلا القرى النائية ما راح نوصل لها الماء والكهرباء وأيضا إن شاء الله الطريق أو الطرق توصل لها، والمناطق النائية بعيدة جدا. هذه راح نتعاون في سبيل أيضا توفير أسباب الحياة لأهلها، سواء بحفر الآبار وأيضا باستخدام الطاقة النظيفة. ومن الآن يسمعني الأخ معاون الإعمار ومدير البلديات ويصل كلام الآخرين، أنا أيضا بعد ما نبني بناية سواء كانت مستشفى أو دائرة، إذا ما تكون مزودة بمنظومة طاقة شمسية، ما نخلي بعد بناية بدون منظومة للطاقة الشمسية. المجمع الحكومي في مدينة الموصل، وأيضا الأخ معاون الإعمار يسمعني، ما أريد بناية بها آثار لداعش أو تدمير، الكل دخلوها بالإعمار الجديد. عندنا طموح كبير والحمد لله. أنا تكلمت مع دولة رئيس الوزراء من قبل وقلت له جيب لي قضاء بالعراق. طبعا احنا دخلنا حرب وروس، أي مدينة بالعالم وليس بالعراق لو متعرضة
اللي تعرضت لمحافظة نينوى بعمومها ومدينة الموصل بشكل خاص لا يمكن أن تنهض إلا بعد عشرات السنين. ورغم كل الضباب الإعلامي اللي يحاول البعض يضع على مدينة الموصل والمحافظة، لكن الحمد لله قطعنا شوط كبير واتضحت الصورة لكثير من أهلنا العراقيين في الوسط والجنوب أن مدينة الموصل ليست كما يصورها البعض. أول نعمة هي نعمة الأمان بجهود أهلها وجهود الأبطال بالقوات الأمنية. فلا إعمار ولا تقدم بدون الأمن والأمان. وأيضا ثورة الإعمار أكيد كلكم لامسيها. أرجع ماذا قلت لدولة رئيس الوزراء. قلت لدولة الرئيس: يا دولة الرئيس، آتني بقضاء مثل الحمدانية بالعراق. وسيدنا يدري، وكثير منكم شايف الحمدانية عندما حررناها ما بيها يمكن بيت ما كان محروق وكانت البنية التحتية مهدمة. الآن ومن هذا المكان ليأتوني في العراق بقضاء مثل قضاء الحمدانية، وليأتوني بناحية مثل بعشيقة. تدرون بعشيقة شلون كانت والمحلبية تلكيف. أيضا من الأقضية اللي نتفاخر بيها، لكن يعوزها بعد لمسات. وأنا تكلمت مع الأخ أستاذ باسم، ما أريد شارع مكسر أو قديم داخل تلكيف. ومستشفى تلكيف أيضا لابد أن يتم بناء. طريق اللي يربط تلكيف بتلسقه في باطناية بقية أيضا لابد أن يدخل بالإجسام. لابد أن ننهض. بس اللي أريده من أهل تلكيف أيضا، البلدية مهما كان عملها لا يمكن أن تغطي. لابد الأهالي يساعدون، لابد الأهالي يساعدون. أنا دائما أقول ترفع القبعة لأهالي الحمدانية ولأهالي بعشيقة، أريد أيضا ترفع القبعة لأهالي تلكيف. عندكم شارع حولي من أجمل الشوارع، ما عندنا قضاء بهذا الشارع الحولي اللي انتم به. والبلدية والحكومة المحلية والأخ القائم مقامه كلكم صرفنا عليه، سوينا من أجمل ما يكون. لكن التنظيف هو مسؤوليتنا كنا، مثل ما هو الأمن مسؤوليتنا كنا، أيضا صورة المدينة هي مسؤوليتنا كنا. حاولت داعش ومن قبلها القاعدة أن تقطع نسيجنا الاجتماعي، وحاول آخرين من وراء القاعدة وداعش لا نعلمهم، الله يعلمهم، أن يقطعون هذا النسيج. لكن الفضل لله أولا، ولفطنة أهلنا نسيجنا قوي. أفرح من أباوع أشوف الصليب مرتفع فوق الكنيسة، ومن أنظر أشوف المنارة
يرتفع فوق هال ومن اروح اشوف التامبل المعبد اليزيدي في مكان اخر الى جانب الكنيسة والى جانب الجامع. هذا هو العراق، هذا هو العراق. احنا عشنا لالاف السنين متحابين، ورغم عوادي الدهر بقينا عنواننا الرئيسي هو العراق، وبقت العلاقة بين الإنسان وربه بالشكل اللي هو يختاره، ولا تطورت مثل التطور اللي موجود بهمة الغيارة في محافظة نينوى. البارحة أمس أنا كنت في ربيعة، وأتمنى لو كل واحد منكم شايف المنظر اللي يثلج الصدور. شفت مشروع ري الجزيرة مرحلته الأولى، والمرشات والأرض خضراء فعلا. سبحانه وتعالى من يقول اهتزت وربت الأرض من ينزل عليها الماء، فعلا يعني منظر جميل جدا. وطموحنا من هذا المكان أيضا، ونعمل مع الإخوان رئيس البرلمان وأعضاء البرلمان يساندونا، ودولة رئيس الوزراء في سبيل إحياء مشروع ري الجزيرة الشرقي وبقية المراحل، بدل ما حايرين جايبيننا 1000 درجة وظيفية وما نعرف شلون راح نقسمها وشلون راح نوديها. مشروع ري الجزيرة يشغل عشرات الآلاف. لا يبقى عندنا طبيب بيطري ولا زراعة ولا مهندس بالإسكان ولا فني. عندنا بحدود 8 ملايين دونم أرض بكر صالحة للزراعة، مو تكفي العراق. فائضها يكفي ويغطي كافة الدول اللي حوالينا. واحنا يعني غافين على نهر دجلة، على صدر نهر دجلة، لكن علينا أن نحيي مثل هذه المشاريع. هي اللي تمتص البطالة، مو 1000 واحد من 100 ألف. داعينا بعقد 3 سنين ودام طي 400 و500، مو هاي اللي تمتص البطالة. المشاريع هذه مصانعنا هذه النايمة وكومة مال خردة مال حديد، هي هاي تمتص البطالة. الاستثمار يعني أنا قلبي ينعصر من أشوف يعني في بعض يعني مو حسد، لا والله الله يزيدهم، لكن من أشوف زيادة وكمية هائلة من العمارات ترتفع في كردستان لأنهم سهلين الاستثمار، وإحنا مضيقين علينا بالاستثمار لأبعد الحدود. المستثمر يجي 2 3 ما يحصل قاع، يروح بكردستان بشهر 1 يأخذ القاع ويبدي بالبناء. ليش؟ وعتب باسم أهالي نينوى، وخلي يسمعني دولة رئيس الوزراء.
اجتمع مجلس الوزراء في سد الموصل، صار سنة تقريبا، وهو عزم لأخي وزير الثقافة والسياحة أن يتم بناء إعادة بناء فندق الموصل، وهو فندق أبروي. ولحد هذه اللحظة، لحد هذه اللحظة بعد مرور سنة، خطوة واحدة ما تقدمت الوزارة في هذا المجال. محافظة تعدادها 4.5 ملايين ما بيها فندق 5 نجوم. وأيضا من هذا المكان نلتمس ونطلب من دولة رئيس الوزراء، أما آن الأوان لنبدأ ببناء مطار الموصل. المدينة والمحافظة الثانية بالعراق بعدد السكان وفي أقصى شمال العراق ما بيها مطار، أعتقد آن الأوان أن نبذل في إنشاء المطار، وأن يحال فندق الموصل إلى شركات، وأن تساوى الأمور حول فندق أبروي. هذا الجاثم يحتاج مسائل قليلة في سبيل أن يرجع. أنا ما أريد أطيل عليكم، الحديث شجون ويأخذنا مرة ثانية. أكرر شكري للاتحاد الأوروبي و للأساتذة من المنظمة البولندية على مساعدتهم في هذا الصرح اللي موجود في داخل مدينة كييف، وأيضا أعد أهلي في مدينة كييف وفي عموم نينوى أنه إحنا إن شاء الله مواصلين ثورة الإعمار، وراح نستمر أكثر وأكثر في ثورة البناء. أشكر جهود الأخ مدير البلديات ومدير البلدية، وأشكر أخي أستاذ باسم اللي هو جزء من الحكومة المحلية للمحافظة، وأشكر أهلي في كييف، وأتمنى إن شاء الله أن الله يحفظ نينوى وأهلها ويحفظ قواتنا الأمنية البطلة، ومن تقدم إلى تقدم في هذا البلد اللي كل من فيه هو حفيد نبي. والسلام عليكم ورحمة الله. مثل ما يقال أن السرية بآمرها فإن المحافظة بمحافظها. نشكر سيادة المحافظ. والآن مع كلمة لسيادة المطران مار ميخائيل نجيب رئيس أساقفة الموصل وعقرى للكلدان، فليتفضل مشكورا.
هذا الوطن الجريح وخاصة هذه المحافظة محافظة نينوى المتألمة التي نزفت دماء وبالتأكيد أوروبا وبشكل خاص أيضا هذه المنظمات من هنا وهناك وأخص بشكل مميز إخوتي الذين أتوا من بولندا وساهموا في مشاريع عديدة في محافظة نينوى وبالخصوص لكي تتحلى بحلة أجمل. نشكركم ونشكر منظمتكم وهذا المركز الذي يقوم بهذه الأعمال، ولكن من هذا المنبر المبارك أقول لكم نريد المزيد. المزيد من هذه المشاريع التنموية الرائعة كما تعمل المحافظة يدا بيد أيضا معكم لإعادة الإعمار ما دمره الأشرار، ولكن لا نخاف من تدمير الحجر إن كان البشر حيا. البشر هو الذي يبني الحجر، فلا نخاف من المستقبل، لا نخاف من الشجرة المقطوعة إن كانت جذورها عميقة. ووادي الرافدين وخاصة نينوى مشهورة بجذورها العريقة التاريخية التي لم ولن تمت أبدا. لماذا؟ لأن دماءنا سقت هذه الأرض ودماء آبائنا وأجدادنا في تلكيب وسهل نينوى والموصل وشمال العراق وكردستان وكافة أرجاء العراق شبعت من دماء منسوبة، وهدرت هذه الدماء بسبب العنف والعنصرية والهيمنة بعضهم على بعض. اليوم إخوتي وأخواتي الأعزاء علينا أن نفكر أولا بالإنسانية التي تجمعنا، وكلنا إخوة وأخوات في الإنسانية كما أكد عليها قداسة البابا فرانسيس حين زيارته للموصل منذ عام تقريبا، وأيضا مع المسؤولين هنا وهناك في العراق أكدوا على هذه الوحدة البشرية. كلنا إخوة، إذا انجرح يد إنسان ستنزف دما، إن جرح إنسان سيبكي، والدماء والدموع تختلط للبشرية جمعاء، ولا يوجد دم أو دمعة تميز الآخر بأنه أحسن أو أدنى بسبب دينه أبدا. الدين هو أخلاق، الدين هو عمل، الدين لا يقول ويتنشد وينشد بالماضي ويتمنى بالماضي، لكن الدين يجب أن يكون حاضرا ويبني الإنسان أولا ولا يذبحه باسم الدين. الله بريء من كل إنسان يقطع رقبة أخيه الإنسان، وهذا ليس بإله، هذا إله بعيد عنا ولا نعرفه ولا نؤمن به ولا نعتبره، لأن الله الحقيقي هو قريب من الإنسان ويبني البشرية جمعاء ولا يفرق بين البشر. وإلا الله كان يستطيع أن يخلق العالم كله بديانة واحدة وأمة واحدة. والعراق مهد الديانات ومهد الحضارات، إن كان بلون واحد فسيصبح عراقا بشعا، ولكن بقدر ما تتعدد الألوان سيصبح لوحة موزائيكية رائعة جميلة متكاملة الألوان والأصناف والمعاني، وتكتمل هذه اللوحة كما اليوم في هذه القاعة التي أنشأوها الإخوة في مسار نعم. وهذه المنظمة السخية اجتمعنا هنا من كافة الطوائف لكي نقول أننا إخوة في بلد واحد وأرض واحدة، وعلينا أن نبني جميعا دون أن ننظر إلى دين هذا أو ذاك أو تلك أو هذه الجماعة على حساب أخرى. كلنا إخوة ونعمل يدا بيد. وشخصيا أنا
الكاثوليكية وباسم غبطة الباتريارك الكاردينال الباسم فايل ساكو، تستعد الكنيسة أن تضع يدها بيد المحافظة ويد كل هذه البلدات وسهل نينوى للنهوض بالعمران والنهوض بالمحبة والسلام، ونجعل طيب حبابة السلام تعم على بلدنا ويصبح بلدنا خير من الأمس إن شاء الله. وشكرا. سيكون أمرا رائعا أن أبلغ قمة النجاح، ولكن الأروع من ذلك يا صديقي هو أن نتكاتف ونتغافر أنا وأنت لنصل إلى هناك. الآن مع كلمة قائد فريق برنامج مسار السيد ميشيل. Good afternoon, Governor, Archbishop, and all the dignitaries of the subnational and local government. I stand here with a sense of modesty after the beautiful words which the Iraqi use to describe the history and future. So I am blessed about not only what has been achieved here over the last 6 months, but also what you were able to overcome over the last 10 years. عجزنا أجينا خلال 6 أشهر وأنتم كان عاجزين تجون على المنطقة خلال 10 سنوات الماضية. And as was pointed out by the governor, by the archbishop, this is more as a physical building. This is actually a symbol of the resilience of the people of Tilkirk and Nineveh. مثل ما ذكر سيد المحافظ قضاء تلكيب هو رمز التعداد السكاني بالمحافظة الموصل. Yesterday we had a workshop where we talked about the local developments and how this building can contribute to revitalize the economy of Tilkirk. البارحة أو مساء كان نحكي على كيف نطور الحكومات المحلية وكيف هاي البناية تساعد على تطوير الاقتصاد في المنطقة. And I noticed in the first hour the people were talking about the local government, but the local government didn't give the regulations and the infrastructure. في بداية الاجتماع أنا استمعت من المشاركين كان يحجون على الحكومة المحلية ما ينطيهم مجال حتى تعمروا المنطقة. Then there were some knowledge institutes, universities, NGOs. They said, we have knowledge, we are ready to support you. وهناك الجامعات ومعاهد والمنظمات اللي ممكن يساعدكم يدخلون بشغل. Then there was another group, they were the entrepreneurs, and they said, if we can work together, then we are ready to invest in Tilkirk. كان واحد من المشاركين كان يقول إذا إحنا نريد نشتغل سوا نقدر نطور المنطقة ونعمر المنطقة. No, of course, I am not going into politics, but I know in small scale you have all the knowledge, all the expertise, and even the money to make Tilkirk to be revitalized. هو ما أريد طبعاً داخل بالسياسة، بس إذا نجي على تطوير الشغلات، عندكم الميزانية، عندكم العلم، عندكم الخطة حتى تعمروا المنطقة وتسووا التطوير. It is basically, as far as I see it, putting your trust in your local governments, working together and trust on the knowledge of yourself, and look for the market opportunities. وبـ
بس إيران جهد الحكومات المحلية يتناسق ويا أبو الخبرات أبو العلم وتشاركون بسوء على تطوير المنطقة. Now over the last 3 years we have worked with the local government of Tilkarak and our project cannot go faster than the local government allows. إحنا في 3 سنين الماضية كنا نشتغل ويا الحكومة المحلية بالتنكيب والمشروع ما كان يقدم إلى الحكومة المحلية ما كان سهل. And it's important to know for everybody here, without the local government and their positions and their support, we couldn't have built this so fast. وإذا ما خلال مساعدات من الحكومة المحلية وبالموظفين وبالناس ما كان المنظمة عندها إمكانية تبني بهاي السرعة البناء. So also thank you that. Now what is missing here at this moment, and I hope to come in 1 year, and I'm now looking at the people of Tilkarak, that they really come to use this place as theirs, that they feel that this is their home, where they can do the shopping, where they can be trained. أيضا أشكر لذلك وأنا هي خلال سنة جاية أريد أشوف الناس من هاي التركيب خلال سنة جاية أشوف هاي المنطقة هاي البناء مسكونين بها وبها أعمال تمشي مثل قبل. And also important and it has been mentioned that this is also a space where the women can do their business, they can find a place here, they can be trained, they can build the capital and confidence. وأيضا الشيء المهم أن النسوان أو العنصر الأمرات قاعدين هنا إذا يريدون يأخذون الشغل يقدر يدبرون المكان ويطورون ويصير يكون عندهم موارد باعتماد على نفسهم. And I don't see so many, but I see some people there, the young generation, who already have new ideas how to deal with computers, what is needed in this country, which people from my age don't understand very well. وأنا ما أشوفهم كثيراً بس أشوف بعض الشباب قاعدين هنا أكيد عندهم طموح ويريدون يقدمون من خلال الشغلات مو مثل اللي شخص عمري صعب يتطور الأعمال. So I really hope that if I come back and I'm invited here in 1 or 2 years, that this is really a vibrant center of Tilkarak. أتمنى إذا أرجع التركيب خلال السنة الجاية أو سنتين أشوف كل البناية المشغولة أو اللي يشتغلون بها. Now, last thought when I was listening to the archbishop. Of course, for the people of Europe, sometimes Iraq looks very far away. But on the other end, we also realize that a lot of our history is connected to Iraq. وشكرا لك حكومة عراقية وإحنا كندخل حكومة واحدة وتعامل ويا الجامعة بينهم. Iraq is, if you look in the European media, it's often troublesome, there's crisis, it is very hard, it's a troublesome country. On the other hand, when I was a young boy, I was learning about the city of Nineveh. إذا تتابع الإعلام الخارجي بتشوف العراق يعني شيء مرعب شوي تخوف يعني يجي يتابع هو مكان الشباب كان يتابع الإخوان. And I had to learn about the Syrian and the wealth and the Pen Empire and the administrative system and all the inventions which came from here. I was learning from Assyria and the empires which are here and how they inspired Western civilization. أنا كنت أتعلم على أسيريا والإمبراطورية الموجودة هنا والتاريخ العراقي. I am glad that I and all the European Union taxpayers can contribute to the resilience of Tilkarak and we hope to keep on traveling for the coming years together. أنا أتمنى كنا ممكن أنا من الاتحاد الأوروبي وأنا موجود بالعراق قدم مساعدة للأهالي التركية. As I said, I will not compete with the beauty of Iraq.
والجهل واستثمر الظروف التي كان يمر بها البلد من عدم توافق سياسي. اليوم وبجهود قواتنا الأمنية وبمختلف الصنوف والتي ساهمت في تحرير الأرض والقضاء على جزء كبير من الإرهاب ولا زالت تطارد حلوله واستقرار مناطق أمنية وكذلك دور القضاء والعدالة في الاقتصاد ومحاسبة فرد كبير الجرائم وملف والملف مستمر في الملاحقة والمحاكمة. شرعت الحكومة المحلية المتمثلة في محافظة نينوى وإدارة قضاء تلقيح في إعادة تأهيل وإعمار البنى التحتية ووصلت حملة الإعمار إلى مراحل متقدمة والمسيرة مستمرة. وكان الدعم الدولي والمنظمات الدولية مساهمة في جزء كبير من إعادة الإعمار. اليوم بعد قطع الشوط الكبير في إعادة التأهيل لابد أن نتوجه إلى التنمية والتطوير في الجوانب الاقتصادية كونها تخلق فرصا للعمل والمزيد من الاستقرار. وما مشروعنا هذا الذي نحتفل اليوم بافتتاحه إلا بداية المشوار في التنمية الاقتصادية، حيث سيوفر هذا المشروع فرصا للعمل في مجالات مختلفة، وكذلك سيوفر إلى مديرية بلدية تلقيح مردود مادي يعطي مواردها لكي تستطيع تقديم الأفضل وتطوير مشاريعها. لا ننسى في هذا الجانب شركاؤنا في المركز البولندي للمساعدات الدولية في CPM الذي كان شريكا أساسيا في كل خطوة عملنا عليها وعلى مدى 3 سنوات. واجهتنا تحديات عديدة منها فيروس كورونا الذي كان سببا رئيسيا في عائق العمل انه تم التغلب عليها وانجاز هذا المشروع، وكذلك مشروع اخر للمجال في قصبة باطماية الذي تم افتتاحه قبل عدة اشهر. وكذلك دور معاونية محافظة نينوى لشؤون المنظمات وايضا دور مديرية بلديات نينوى وبلدية تلقيح الذين واكبوا المشروع من بداية أولى الخطوات التي بدأت اجتماعات عدة إلى مرحلة تبني المشروع وإعداد الدراسات والتصاميم وصولا إلى مرحلة التنفيذ، والدور الكبير لمهندسي البلدية في التصميم والإشراف والمتابعة، وأيضا دور مديرية مجاري نينوى ومركز مجاري نينوى تلقيح فيما يتعلق بمشروع المجاري في قصبة باطماية، وأيضا الدور الإيجابي لدائرة كهرباء تلقيح في معالجة القوائم التي واجهت العمل في تغيير بعض الشبكات والحقوق التي كانت تعيق العمل وتشغل واجهة البناية. هنا تجسدت روح الفريق الواحد. الجميل في هذا المشروع الذي كان هو برنامج مسار لم يكن فقط إنشاء بنية تحتية ومباني، وإنما تضمن بناء وتطوير القدرات والتدريبات للجهات المستفيدة من المشروع وموظفي الدوائر المعنية وكذلك أصحاب المحال التجارية التي ستحاكمهم هذه المحال من خلال تنافس عادل في قادم من الأيام. في النهاية أود أن أقدم الشكر والتقدير للسيد محافظ نينوى الأستاذ نجم الجبور للدعم المستمر لقضاء تلقيح وكذلك منظمة المركز البولندي للمساعدات الدولية في CPM متمثلة بمديرها السيد بوتكس وكذلك السيد يارك القطري. ولا يقودنا أن نقدم الشكر للاتحاد الأوروبي الجهة الممولة للمشروع مع تقديم الشكر لكل الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا المشروع. شكرا لإصغائكم. لا يقاس النجاح بالموقع الذي يتبوأه المرء في حياته بقدر ما يقاس بالصعاب التي يتغلب عليها. أدعو إلى المنصة الآن رئيس منظمة CPM السيد بوتكس فليتفضل مشكورا. المركز بولندي
أنا شخصياً بس أول مرة أنا عندما أنا أخذ بلبنانية أول مرة لشوف هيدا المنطقة و ما اخترت على أنا بحاجة شوي ساعدة مع ترجمة بس بسبب أنا ما درست العربي أبداً بس من شروط بس من شروط عدد البلود بسيطياً هذا منظمة غير حكومية نحن نشتغل عن السعادة التنمية كمن هون بإيراك كمن بلبنان بل أيضا نشتغل كثير عن السعادة الإنسانية كمان للسوريين في لبنان وفي حلا بيجي من أوكرانيا على بولندا حلا شوي ما سعادة ما مترجم بسبب حلا أكثر شوي صعب. Ladies and gentlemen, I am personally very happy to be here in Nineveh because I have written about 12 years ago a PhD about Iraq. I am very well aware of extremely difficult history, not only in Mosul, not only here in Tel Kayyum, but also in Tal Afar, in Sinjar, and other places in Nineveh. سادتي وسادتي أنا مرحب بك أني موجود هنا وأنا مو بس أتعلم عن العراق فقبل سنين كنت أكتب الطروحة للتراث مالت على العراق وتاريخ العراق مو بس على التركيب مع تل أحفر وسنجار وكل المناطق في العراق. I'm also very much impressed what the governor has said about this multicultural and kind of the history of the area because well this is the cradle of the civilization. Indeed, what Michel mentioned, this is where all we come from. We all come from Nineveh, and it's our duty to assist. أني كل متعجب مثل ما قال سيد المحافظة النينوى بالمتعدد الأديان متعدد المجتمعات ساكنين محافظة النينوى. I wanted to make the three quick points. First is that it is really important to view this shopping center, this trade center, as a way not only of to support the local authorities, but also to encourage people to return, but also to encourage people to stay. People say that you cannot live without water, and this is why we are also helping on the issues of the sewage in Batnaya, but you cannot also live without a job, without employment, without livelihoods. And this is one of the ways to show also to local people that the municipality, the local authorities can play a proactive role in that. أنا أريد أن أقدم ثلاث مفاتيح الكلمات المفاتيح لهذه المنطقة. إحنا بنينا هاي الأسواق هاي البناية مو بس خلي نسوي الوارد للبلدية أو للحكومات. أيضاً إحنا هدفنا هو نشجع المواطنين تلكين يرجعون المنطقة يبنون المنطقة وحتى يبقونوا بالمنطقة. صحيح هو الإنسان ما يقدر يعيش بلا ماي ولأن من وراء هاي إحنا بنينا مشروع مجال صندوقية بالقصر والبطنية. وايضا اذا واحد يريد يسكن منطقة اذا حتى عنده ماي كهرباء كل شيء يريد اقل شيء يريد شيء يتعايش بها مين كان وارد شغل كلش مهم لهذه المنطقه ولهذا بنينا هذه الاسواق القضاء الكبير. The second point is that even though our work is to support the local government, to build the capacity of the local government, so we will be also inviting a team from the Nineveh Governorate to visit Poland to also learn how we are tackling with the various challenges related to the local government. Because, funny enough, our challenges that we had in terms of the local governments in the past are very, very similar to what Iraq is facing, and hope we can also share some useful experiences from our side. Well, هدف الثاني المشروع هو تطوير القدرات الموظفين الحكومية خلال الدورات. ومن خلال هاي البرنامج احنا قدمنا كثير دورات ومن هاي على هاي الأساس راح ندعي موظفين الحكومة السفر زيارة إلى بولندا حتى يشوفون الدوائر الحكومية بالبولندا كيف يتعامل لأن الوضع البولندا السابق كان كلش متشابه من وضع العراق الحالي. And lastly,
such a cooperation is a two-way street. I wanted to really appreciate the collaboration from the authorities, from especially the governor, the head of the municipality, because we are also learning from you. We're also learning from you how to manage, how to respond to the refugee crisis. Poland right now has 1.5 million refugees from Ukraine. And really, the experience that you have, that we are learning from you, we'll be also using in our home country. Thank you very much. وايضا اشكر التعاون ومساعدتكم واحنا كمنظمه نتعلم من المحافظه من سيد القائمقام لان حاليا وضع بالبوطن تقريبا عندنا حوالي 500,000 الاوكرانيين يجون بالمنظمه واحنا كمنظمه نستفاد من خبراتكم كيف نتعامل ويا ازمات في حاله النزوح واللاجئين. Thank you very much. وحتى لا ننسى مديرية بلدية تلكيف التي تتسارع إلى النجاح في خدمة هذا القضاء حتى يكون في أجمل حلة. نشكر السيد مدير بلدية تلكيف المهندس علي حسين ومعه النخبة المشرفة على هذا المشروع المهندس محب عبد العزيز جميل والمهندس حسن محمد خلف والمهندس باسل محمد فتحي والمدير الفني علي زهاد والمهندس الأستاذ المصمم الذي صمم هذا البناء من قبل مديرية بلديات محافظة نينوى وجميع كادر بلدية تلكير. والآن نصل إلى تقديم الدروع من قبل بلديات نينوى، فليتفضل الأستاذ المحافظ نجم الجبوري لتقديم الدرع الأول للأستاذ ميشيل. السوق العصري في مركز قضاء تلكيف هو أحد المشاريع لبرنامج مسار المخصص لقضاء تلكيف التابع لمحافظة نينوى، حيث تم تمويل هذا المشروع من قبل الاتحاد الأوروبي ونفذ عن طريق المركز البولندي للمساعدات الدولية PCPM. تم تنفيذ هذا المشروع بعد عمل مسح ميداني لمركز قضاء تلكيف، وبالتالي مع التنسيق مع مديرية بلديات نينوى وقائمية قضاء تلكيف بالإضافة إلى بلدية قضاء تلكيف، وبالتالي كانت النتيجة أنه إنشاء هكذا مشروع الهدف منه هو توفير فرص عمل لفئة من أهالي منطقة قضاء تلكيف. هذا المشروع يتكون من 3 طوابق، الطابق الأول عبارة عن 20 محل تجاري، الطابق الثاني عبارة عن 12 محل تجاري راح يخصص لمراكز طبية أو مكتب محاماة، الطابق الثالث راح يكون عن عبارة عن قاعة الهدف منها أنه تستثمر عن طريق عمل مركز ترفيهي لأهالي منطقة قضاء تلكيف. تم تنفيذ هذا المشروع خلال 7 أشهر، بدأنا بشهر 11/2021 وتم الانتهاء من عنده بيوم 18/6/2022. محمد عبد السلام نوري، مدير الإدارة للمركز البولندي للمساعدات الدولية PCPM. اسمي فاتك فيلك، أنا رئيس المنظمة البولندية PCPM. هو منظمة هو بيشتغل بالبرنامج مسار، هو برنامج من فلوس من الاتحاد الاوروبي. نحن كثير سعيد بيشتغل هون بالتلكيف لسعيد الشعب من التلكيف، بسبب نعرف كيفيه كانوا هون الموقف قبل 5-8-10 سنوات، كانوا كيف صعب كانوا التاريخ من هيدا المنطقه من نينوى. واليوم نحن كثير سعيد لسعيد الشعب من تلكيف مع هيدا المركز التجاري
بسبب خون المحلات، خون المكاتب للخدمات، خون الأوضة الرفة العامة لكل الشعب. نحن شخصيا كثير صعب بسبب أنا قبل عدة السنوات عملت شخصيا بإيراك، بعد هيدا كتبت الدكتوراه عن إيراك، وما أنا شخصيا عملت كثير بلود مش بالضبط بالإيراك. أنا كما رئيس المنظمة كما الرئيس المنظمة هو بشتغل خون هيدا البرنامج. أنا كثير سعيد لشوف هالبناية، أكبر البناية بكل المدينة، البناية من هي الإليفيتر من هي إصاف، يعني أنا شخصيا كتير إصاف. وأيضا يريد أن بشكل كتير عن والية نينيوة، عن بلدية خون بالتلكايف بسبب التنسيق معهم كانوا ممتاز. وإن شاء الله بالمستقبل سوف نعمل أكثر البرنامج هون بالتلكايف، بسبب نحن البلد مسيحي بالأوروبا، صح؟ يعني واحد من البابا كانوا بالبولندا من بلدنا. يعني أنا شخصيا كتير صعب بشتغل هون لساعدة الكارية الكازا مسيحية بالإيران. My name is Wojtek Wilk. I am the head of the Polish Center for International Aid, so a Polish organization that is working as the part of the Masar project funded by the European Union to assist the area of Telkaif in the development. I am personally very, very happy to be here because I have worked in Iraq many years ago. I have personally wrote a doctorate or a PhD about Iraq. I know personally a lot about how difficult was the history of this area, how much people here have suffered. So I'm very happy to see this building, reportedly the highest building in Telkaif, with the shops, with the elevator, with the rooms upstairs for various services, with the common room on the top, because it's a sign of support, but it's also very important to assist the economy, to create the jobs, so that this is a development project, and we hope this is the first, but not the only, development project from the Polish organization Telkaif. Thank you.